مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجدو في الرباط، اليوم كانت الجلسة ديال سنة 12 سنة. اليوم السيد قاضي التحقيق اللي بطبيعة الحال هو ملزم بأنه يتبع الإجراءات ديال الملف. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، غادي نبداو مع الأستاذة زينب في المستجدات في الملف. أستاذة، احنا في الرباط كنتي اليوم حضرتي مع محمد والبنية ديالو عند السيد قاضي التحقيق، كيفاش كتشوفي الأمور في القانون؟ أهلا وسهلا أستاذ يوسف. اليوم كانت عندو الجلسة ديال القاصرة للأم الأصغر أم في المغرب، إلا أن السيد قاضي التحقيق رسأها باش يكمل البحث ديالو، لأن سرية البحث باش الجلسة ديال 12/5 من هذا الشهر إن شاء الله. أنا كنقول الوقائع بما أنني تفاجأت بشي وقائع جديدة في هذا الملف، بأن كانت هناك واحد البنت اللي هي هي بدورها قاصرة، إلا أنها أكبر منها بشي 3 سنين، كانت قاصرة تقريبا حوالي 17 سنة، هي اللي كانت كتسهل لها هذا، بحال اللي كتسهل لها الدعارة، هي اللي كانت كتجيب لها هاد المعتقلين باش يمارسوا عليها الجنس، وبذلك بحضورها، لدرجة أنها مارسوا معها من جميع أنواع جميع النواحي، كأنها غاهرة وما قصر عندها منذ ملي كانت عندها 10 سنين وكيمارسوا عليها بحضور ديك البنت اللي كانت كتجيبها لهم. إذا كانت فاجئة بأن هذه البنت كانت خاصة تتابع ولو هي قاصرة، هي كتسهل لها الدعارة هي اللي كتجيب لها المعتقلين باش يمارسوا عليها الدعارة. كيفاش ما مارسوش عليها هي الأولى؟ كيفاش كتجيبهم لها؟ يعني أنك ربما هناك مقابل في القضية، وتفاجئ بأن كيفاش ما تبعتش هذه البنت اللي كانت كتسهل الدعارة، لأنها هي اللي قادت لها هاد ثلاثة، كل مرة كتجيب لها واحد جابته لها كل أربعاء، واحد جابته لها المرة الأخرى، وشاهدت حتى المضاجعة ديال هذه البنت ديال ذاك الأب اللي هو متزوج، اللي هو أب متزوج اللي مارس عليها زي الجنس بدوره، اللي عنده 3 دراري وهو الصديق ديال الأب ديالها في مثابة الأب ديالها، وما اختاروش هذا الشيء، كان شيء على ما يبدو بأن كان معاودة الدرية البنت هذه الضحية، كتقول بأنها كان عرس عندهم ودخلها البيت النوم ديالو، وفي أثناء السنطاق ماشي هي اللي هي كانت دايرة شكاية بواحد متهم واحد، إلا أن هاد اللي كنعتبر أنا حتى هي متهمة اللي دايرينها كشاهدة، هي اللي كانت جات تجيبهم لها، لدرجة أن قالت ملي دخلها لذاك البيت ديالو كان عرس، ووصفت جميع الأوصاف هذه اللي جبدت هاد الراجل المتزوج، راه ماشي هاد البنت القاصرة، راه جبدت غير واحد. كتقول بان الدرك الملكي هما اللي بالاستنطاقات اللي داروا، تنشكرهم من هذا المنبر، جابوا داك الشيء غمقوا في البحث، لدرجه انني بان لي بان خاص هذيك البنت اللي كانت اللي كتجيبهم ليها تجيب لها ذوك الرجال باش يمارسوا على الدعاره، وذلك بحضورها جميع انواع، ربما كتصورها، ربما بزاف المسائل، لان هذه خاصها تكون متابعه ولو قاصره، لان هي السبب الوحيد باش جعل البنت اللي هي قاصره باش تغتصب من طرف ثلاثه اشخاص اللي هما الجيران ديالهم. هذا الشيء راه مؤسف جدا جدا، والحمد لله راه غادي ياخذ الملف في المجرى الطبيعي، وراه ان شاء الله رهن الاعتقال، وغتعود غتكون العقوبه اشد بكثير، وخاصنا كنلتمسوا بالنسبه للبنت اللي كانت كديها وعلى انظارها وبحضورها كانوا كيمارسوا على الجنس. خاص انا كنلتمس خاصه تعتقل، لانه ولو قاصره راه هي دايره جريمه. انا استاذي لو سمحتي لي عندي بعض الاسئله في هذا الجديد اللي هو صادم صراحه. السؤال الاول تتعلق بهذا القاصر، واش هي من الساكنه من الجوار او لها علاقه عائلية بالأطراف اللي هما موضوع النقاش معتقلي؟ معلومة هذه راه جوار علاقة عائلية بهذوك الأشخاص، لأن هي اللي جبدتهم، لأن كيقولوا بأن كان النزاع بين العائلات، كانوا دخلوا الحبس هذه سنوات. إذا بهذه القاصرة راه هي اللي من طرف هذوك المتهمين، هي اللي جبدتهم، هي اللي شهدت فيهم، هي اللي قالت هذا الشر، ماشي الأب ديال هو اللي دار الشكاية، دار الشكاية ضد واحد، والشاهدة هي اللي شخصت لهم داك الشيء، ودار معهم مواجهة، ودارت معهم مواجهة كتعترف بأن قدامهم كتقول هي جلستي في النهار الفلاني، هو جلستي في النهار الفلاني، وداك الشيء الممارسة اللي كانت عليها ما نقدرش نقولها، أنا نخجل نقولها من جميع النواحي، كاستعملوها كباز هذه البنت وصافي. ما نقدرش نقول لك شيء، غنستحي. يعني اللي فهمته استاذه هو الممارسه من جميع الاماكن وصف. جميع الاماكن اللي هذا ماشي غير اغتصاب، هذا راه قتل،
هذا راه ماشي اغتصاب، هذا راه قتل، قتلوا لها النفسيه ديالها، قتلوا النفسيه ديال عائلتها، قتلوا النفسيه ديال هذاك الدري ما غادي يكبر كي غادي يولي، راه هذا راه ماشي اغتصاب بوحدو، هذا تيقتلوا في مجتمع، هذو راه كنعتبروا مجتمع، كيفاش هذا المجتمع غيكبر مدمر؟ لأن هذه العائلة وهذه العائلة راه مجتمع، حنا كنطالبوا من هذا المنبر باش ترجع يتعمق البحث عند السيد قاضي التحقيق، ان شاء الله غيكون واخا البحث سري، انا متوقع من السيد قاضي مشكور من هذا المنبر لانه كيعطي اهميه كبيره للملفات اللي عنده، تنتظر بانه غادي ان شاء الله تدري خاصها تكون هذه البنت اللي كتجيبها راه هي متهمه رئيسيه في هذا الملف. يعني لها دور جوهري في الموضوع. لها دور جوهري وما عندها حتى شي علاقه ديال زعما غتجي منه قرابه ولا شي حاجه، بالعكس هي راه خصم من عائله ديال المتهمين اللي مشدودين دابا. راه ماشي الشهادات ديالها جات غير هكاك، الشهادات ديالها وصلوها للدرك الملكي باش تقول الحقيقه، راه هي اللي اعترفت بهذاك الشيء واكدته البنت، وكذلك الممارسات اللي شفتها في المحضر ما نقدرش انا استحييت من راسي باش نشوف ذاك المحضر. انا كنطلب من السيد قاضي التحقيق ان شاء الله انا متيقنه بان غادي ياخذ ملف المجرى الطبيعي، وحنا غنبقاو حتى نوصلوا للحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. أستاذة شكرا لك، الله يوفقك في المهام ديالك. مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا مستشارة القانونية كذلك في الموضوع شنو الإضافة اللي عندها. أستاذة المحللة العلمية بشكل كبير وعدد من المغاربة تيتبعوا هذا الأمر عندك. شكرا بارك الله فيك. هذا الشيء صادم. كيفاش شفتي هذا الشيء؟ فعلا هذا الشيء صادم، لكن انايا بحال اللي قلتي انت كنمشي بالتحليل العلمي والتحليل القانوني باش نوصلوا لواحد النتيجه اللي كتكون غاديه تثبت الحقيقه وليس الا الحق. فبحال اللي قلتي طالعت انا على المحاضر ديال اللي عندنا دابا وشفت بانه كاين واحد العناصر واحدة اخرى اللي ما كايناش دابا في الملف واللي ما معتقلاش واللي ما جاتش واللي ان شاء الله معاد مازالين غادي يجيو، لاننا المره الاخرى قلت الملف كيوجد مفاجات كبيره وما يمكنش واحد غير توجه الاتهام تكون هذاك هو الحسم، لابد ان الحسم والكلمه الاخيره كتبقى السيد قاضي التحقيق والسيد وكيل الملك اللي عنده السلطه بانه كيعتقل، عنده السلطه انه يتوجه لاتهامات اخرى. فبحال اللي قلنا كاين واحد العنصر اخر اللي هو واحد الفتاه حتى هي كاين دور ديالها في هذا الملف، فهذا الدور ديالها ما غاديش يبقى محدود هكا، حتى هي غادي يعيطوا لها، حتى هي غيستنطقوها، حتى هي غيهضروا معاها. لكن حنايا لان علاش غادي يهضروا معاها وداك الشيء؟ لانه بحال اللي قالت الاستاذه المحترمه انه كاين واحد النزاع قديم ما بين هاد العائلتين، وكاين هناك اسباب تقدر تكون فيها الانتقام، لان لا يمكن الاغتصاب من اجل الاغتصاب، الاغتصاب كاين اهداف، كاين سبب، كاين شي حاجه، ربما بحال اللي قالت باش مثلا يكونوا غينشروا شي صور، ربما لان حنا جينا نشوفوا في هاد المحاضر دائما كنلقاو هذاك الشخص كاين معاهم، هذاك الشخص كان بالحضور ديالو، هذاك الشخص كانت انها قطعها من يديها، انها تلاحظها وتنظر اليها وهي في مرحله الاغتصاب، اذا ربما كان فيلم، ربما كان تصوير، ربما إذا المفاجآت غادي تجينا وغتجبدها لنا الأبحاث اللي غدير الشرطة القضائية والأبحاث اللي غتكون عبر التموقع الجغرافي ديال الهواتف النقالة. أنا راه قلت لهم بزاف ديال الجرائم تحلوا بالهواتف النقالة لأنها كتحدد لك التموقع وكتحدد لك التمركز ديال كل شخص. فاحنا مثلا هنا غادي نلقى واحد الكلمة ديال الأربعاء، كل يوم أربعاء، كل يوم أربعاء تتكرر الممارسة، تتكرر عندما يكون هناك الأب غير موجود أو الأم غير موجودة. فهذاك اليوم الأربعاء على الأقل شي يوم من الأربعاء يكون على في علم الوالدين او اللي يتخلف او اللي ملي غادي يجي غيكون هناك التلبس والضبط ديال هاد الممارسات هذه على الطفل القاصر الابنه ديالو. فحنايا ان شاء الله غادي نبقاو غاديين في هذا الملف، ودابا عندنا واحد الملتمس غادي نوجهه للسيد الوكيل العام ديال الملك من اجل ايداع البنت في واحد المقر ديال الجمعيه ان شاء الله باش حمايه لها من الضغوطات من التهديدات اللي هي كتسمع دابا انها كتهدد، وحمايه لنفسيتها وباش يكون عندها واحد الاطار يعني مقنن وسميتو وسليم باش هي اللي كانت غادي تختار الدراسه او المهنه او شي حاجه ما تبقاش كتخمم غير في هذا الشيء اللي جرى لها، لان هذا الشيء اللي جرى لها لا يعقل. وحنايا كنستنكروا بحال هذه الافعال في المغرب تجاه اي واحد. وغادي نزيد واحد المساله واحده اخرى على حسب التصريحات اللي كاينين، واخا ولو انها في السريه غير على حسب الممارسات اللي كيهضروا عليهم، لابد اننا ان شاء الله غادي ندخلوا واحد الاخصائيين اللي كانوا ساعدونا في الملف ديال تهامي بناني اللي غادي يشرحوا لنا طريقه جميع الطرق ديال هاد الانواع ديال الاغتصاب اللي كيهضروا عليهم، لانهم هما هضروا عليهم في المحاضر بواحد الطريقه بشعه، وحنايا ما كناش نحسموا الا اذا ما كان عندنا العلم. شكرا. غادي ننطلق معك استاذه في سؤال جوهري في الموضوع انطلاقا من العلم اللي تكلمت.
قبل كنا كنتكلموا على الاطراف، كاينه حسابات ضيقه بالعائلات ممكن، ولكن حاليا الامور مشات بالعكس. اذا كانت هذا القاصر هي من اقرب العائلات اللي هما بطبيعه الحال اللي فيهم كثير العناصر المعتقلين، شهدت ضدهم، ما كتلاحظيش انه هذا المسار تغير، انه مساله انتقام ولات ضئيله بشكل كبير، لانه هذه من العائله كتعترف عليهم، وهذا دليل كذلك على المجهود الجبار ديال رجال الدرك الملكي. الاطراف المعتقلين حاليا كما صرحت الاستاذه هما نكروا، ولكن وحده من عندهم هي اللي اكتشفت، هي اللي فجرت الحقيقه كامله بانه كانت لها صله، وكشتي الاستاذه كيفاش شافتها، انه وصلنا حتى لغه الدعاره يعني كتهيئها وهي طفله صغيره، ما كتشوفيش انه هذه المساله ديال الانتقام ولا النسبه ديالها ضعيفه بشكل كبير. اولا الشخص اللي هضرتي عليه هي قاصر ايضا، وحنا سنعرفوا بان شهاده القاصر لا يعتد بها، كتبقى فقط على سبيل الاستئناس. فملي كيكونوا امام القاصر وامام اتهامات القاصر او شهاده القاصر، كتكون خصنا تكثيف الجهود ديال الشرطه القضائيه باش تجيب لنا الحقيقه، لان يعني كنعرفوا بزاف الاحيان بان الاقوال ديال القاصر لا يعتد بها. ما يمكنلكش تثق بواحد الطفل اليوم يقول لك حاجه، يقول لك غدا بابا اللي قالها لي، امي اللي قالتها لي، انا طريت، انا كنت خايفه، انا هذه، فما كيمكنلكش تعرف. فسواء الضحيه او الشخص اللي قالوا لان هي نكرات من بعد، قالوا بان هي اللي كانت كتمشي معاها، هي اللي كتحضر هذا الشيء، هي اللي كتقبط هذا الشيء. حنا غنشوفوا قلت لك الاسباب، ان كاين دافع وراء كل جريمه، لابد ان هناك العناصر. ولكن شكون اللي قلتي لي نكرات؟ هي في الاول نكرات ومن بعد اعترفات. هي ولو تعترف راه حيت هي قاصر. دائما كنقول لك حنا الطفل القاصر لا يعتد 100% بالاقوال ديالو، خاص لابد يدعم بالمحاضر ديال الشرطه وبالبحث ديال اللي كيصيفط السيد القاضي التحقيق باش يغصب، لان يقدر عمه ولا شي حد اللي يكون صيفطها. نعم. هنا جاني سؤال اخر. نعم. المجهود كذلك ديال الدرك الملكي اللي انتقلوا لعين المكان. نعم. من بعد ما صرحت لهم. نعم. سناء كيفاش وقع عليها؟ نعم. وعطتهم الادله القاطعه والبسيطه. نعم. ديال المكان والزمان والبيت وبعض العلامات، ادله قاطعه ديال فين تمارس عليها، كيفاش كتشوفي الامور؟ ولو انها غتوريهم المكان ولا توريهم مثلا الوصف ولا هذه، لابد كترجع للسيد قاضي التحقيق، هو اللي كيبحث في هذه المسائل، لانه الطفل احيانا كيعطيك حتى شي مكان خيالي غير موجود. حنا الا جينا نثيقوا بجميع الاطفال ما يكونش عند السيد قاضي التحقيق الدور، بالتالي كتكون عندهم اون فورماسيون هذوك القضاة المختصين في الاحداث، مختصين في حلوا المشاكل بحال هكايا خاصه بالاطفال. ما كيجيش اي قاضي تحقيق ديال الراشدين هو اللي كيحقق لك في ديال القاصرين، لكن كتكون عنده واحد اختصاص، واحد فورماسيون خاصه به. نعم. ولكن دائما نقول لجان. نعم. غريب في الملف انه. نعم. شاهد شاهد من اهلها. نعم. هي صعيبه شويه. لا ما يمكنش، لانه ملي ما غتلقاش باش تضرب سلاح بسلاح، ضربتي قاصر بقاصر. واخا شكرا لك، غادي نشوفوا الاستاذه في التعقيب. بالنسبه للقاصر دابا ما بقاش قاضي القاصرين، ولا نيت قاضي الرشداء، تيدوز قاصرين الرشداء. نعم. هذا هو اللي بغيت نصحح الاستاذه ليلى، بان ما بقاش هذاك الاختصاص ديال قاضي القصري بوحده، ولا كيدمج مع الرشداء. انا عطيت هذا السؤال استاذه وغادي نعاود ندرجو معك. كان قبل تيتكلموا على اساس انه كاين حسابات ضيقه بين العائلات، دابا شاهده شاهد من اهلها، هذا القاصر كما صرحتي لنا على مقروبه، يعني امور دابا انا كيفاش بان لي الامور؟ بان لي العكس، بان لي بان ذيك هذو المعتقلين، لان كان عندهم خصال مع هادو، هما اللي انتقموا بهم بالدريه، بهاد البنت القاصره، راه هذيك المعتقلين هما اللي استدرجوها عن طريق ديك البنت اللي شهدات، راه ماشي سهل، الدرك راه ماشي سهل باش غادي يحط هاد الشيء هكاك من تلقاء نفسه، يعني ان العائله الاخرى ديال المتهمين هما بالعكس اللي انتقموا بهم باغتصاب ديال البنت. راه ماشي هادو، ماشي قضيه انتقام قديمه، راه ماشي هادو اللي انتقموا، راه بالاغتصاب انتقموا. تتمينا الكلام ديالك انه الشكايه في الاول دارت بشخص. والابنه جبدت شخص، ولكن المجهود ديال الدرك في استنطاق بطريقه ذكيه وعلميه ونفسيه كذلك مع الطفله، قدرت انها تجبد اسم ديال هذه البنت اللي هي كشفت الحقيقه كامله. الملكي عندهم واحد الدقه في المحاضر، ما يمكنش كيدقوا مزيان، لان لدرجه انهم كيجبدوا النقط صغيره، لدرجه ان هي قالت لهم كيفاش الوصف ديال البيت اللي دخلها، بيت النوم اللي دخلها لهذاك اللي عنده الاولاد ديالو، شرحت لهم، قالت لهم بدقه، وفعلا مشاو انتقلوا للمحل لقوا نفس الشيء، اذا ما كاينش كذوب.
راه ماشي ماشي هما كيقولوا الاهالي العائله ديال المعتقلين بان راه هذوك انتقموا منهم، بالعكس راه هما اللي انتقموا منهم باش اغتصبوا لهم بنتهم، راه هما اللي انتقموا بالبنت، بالعكس هذاك راه كان واحد سميتي واحد شي حاجه دفينه، واحد الحقد دفين فيهم باش يجعلهم يصيفطوا هذه البنت الوحيده اللي عندها هذا السيد، هذوك اللي انتقموا، راه قتلوا لي البنت، البنت قتلوها، واش عباد الله ثلاثه كيدوزوا على مره واحده بحضور بنت اللي من طرفهم هما، ما يمكنش واحد الطريقه اللي ما يمكنش باش يعني ما يقدرش يصورها لك، انا انفعلت لدرجه ان ما يمكنش بنتي دابا راه هي حطت لها كتشوفوها كتلاحظوا حطت لها كتلعب هنا ما عارفه والو دابا. هي دابا حنا كنشوفوا فيها ما عارفه والو ما عارفاش واقع، يعني ان الاخرين راه هما اللي انتقموا من هذا. رغم ذلك استاذه كاين سؤال كيتطرح بقوه، ما رايك فيه؟ نعلم جيدا القرى تختلف عن المدينه بزاف ديال الامور، هذه كلها مبررات، ولكن طريقه استدراج هذا القاصر لهذه الطفله، طريقه الممارسه اللي فهمنا الرساله ديالك من جميع النواحي ابعاد، هذه الطفله هذه ما عمرها قدرت تمشي تشكل امها بهاد القصيره اللي كتهيئ لها هادشي، داك الضرر الاولي اللي كيوقع ليها اشكاليات كبرى، فهمتي الرساله استاذ؟ ما قدراتش انك تهدوها لدرجه انها كيهدوها بالموس، كلهم هدوها بالموس وكيهدوها بالقتل في حاله الى صرحات، وهي راه صغيره كانت عندها 10 سنين كيمارسوا عليها، راه كانت باقا ما كتجيش دم حيض، راه دابا ملي بلغات هي عاد في الحمل، اما الاغتصاب راه كان شحال هادي راه هي ما جالساتش راه بالحمل باش عرفوا هما باش عرفوا الاغتصاب، هما كانت عايشه معاهم ما عارفينش اش واقع حتى الاسبوع الاخير ديال الولاده ديالها، كيقول لك الناس لا ما يمكنش حتى خاصها تكون ما بانتش فيهم كرش، لا تقدر ما تبانش كرش، انا بزاف الناس كنعرفهم في الاسبوع اللي غيولدوا فيه ما بيناش كرشهم، هذا الشيء علاش الناس راه ما عارفين والو، راه هما تضروا من هذه الناحيه، وانا متيقنه بان هذوك اللي انتقموا منهم هذا راه انتقام ما كاينش اكثر منه، هذا القتل هذا راه بقاو تابعينه بذاك الحق الدفين لدرجه انهم قتلوا هذاك العصابه قتلوهم وقتلوا بنتهم، راه ما يمكنش، والشاهده الاساسيه راه من طرف اخرى راه ماشي من هذا صافي هادشي هما ناكرين في الميل ناكرين معلوم، ولكن هذا اعتراف شاهده شاهد من اهلها من اهلها راه ماشي من استاذ. الله يوفقك في المسار ديالك في الملفات كلهم اللي عندك، الله يوفقك استاذ، شكرا على التحليل الراقي مشاهدينا الكرام، اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع تشوف معاه أستاذة معاك، أستاذة ليلى كذلك معاك، شفتي الأمور كيفاش ما عرفتش والله ما عرفتش، الله يفرجها عليك يا ربي هذا هو أحسن الكلام. السلام عليكم، كنشكروك أخي يوسف وكنشكروا الأستاذة وكنشكروا الأستاذة اللي معنا، الشكر لكم وكنشكروا الدرك الملكي وكنشكروا الناس القانون من هذه الناحية، كنشكروهم بزاف. وانا راه كنشكر الاستاذه بزاف، هذاك الشيء اللي قالت الاستاذه هذاك الشيء اللي كاين، انا راه ضريت بزاف، هاد الناس راه ما كانوش يحيدوا من المحل ديالي، هاد البنت راه ما كانتش كتخرج من الدار يدوت على الاستاذه، هذه راه من العائله ديالهم، وكانت كتجي عند الدريه بنتي، وكانت كتجي امها عندنا للدار، وراه هما ما كانوش كيخرجوا من الدار عندنا، هاد الناس اللي كيقولوا حنا تعدينا عليهم راه هما اللي تعداو علينا، راهم طعنوني في حياتي انا، راهم هذا عائله كثيره، راه ماشي واحد ولا جوج ولا هذه باش غنتعدى عليهم، هاد الناس راهم تعداو عليا، انا راه بغيت حق هذيك البنيه، هاد الناس راهم طعنوني في ظهري، هاد الناس راه ما خلاوش لي الوجع، علاش نتقعد انايا، وشكرا وكنشكركم اخي يوسف وكنشكروا هاد الله يفرج عليك يا ربي استاذه زينب، كنشكروك استاذه الى شكرا لك مشاهدينا الكرام اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع، صراحه مستجدات صادمة في الموضوع كما قلت في السابق، شهد شاهد من أهلها من أقرب الناس تدلي في الموضوع بمعطيات للقمة في الغرابة، أعتقد بأن الرسالة واضحة، الملف بين يدي السيد قاضي التحقيق في إطار الاستنطاق التفصيلي لتبيان الحقيقة أكثر في الموضوع مشاهدينا الكرام. سناء استغلات كذلك من طرف قاصر لهيئتها الظروف للقمة في الغرابة، ممارسات شادة بشتى أنواعها مشاهدينا الكرام، أعجز عن التحليل في الموضوع، سوف نبقى إن شاء الله متتبعين لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد مشاهدينا الكرام. سناء 12 سنة
دورنا هو المساهمة فيما هو اجتماعي وإنساني تدوز هذه المرحلة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.